السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرامكو السعودية تعلن عن موعد بدء التقديم على برنامج التدريب الجامعي والتدريب المهني. تعلن شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التدريب الجامعي والمهني لطلاب مرحلة البكالوريوس الدبلوم، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج في الجهات التعليمية التي ينتسبون إليها. الشروط المطلوبة، هذه هي الصفحة الرسمية لشركة أرامكو، برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية، وهذا برنامج التدريب الجامعي. الشروط المطلوبة: الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناء على توفر الشواغر والمعايير التالية: يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2/4 للتخصصات الفنية و2.5/4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية. يجب أن يكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل. يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته. يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل. لا يسمح بالتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب. المزايا خلال فترة التدريب: راتب شهري، سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية، المواصلات حسب خطة الشركة، تأمين طبي حسب خطة الشركة. سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن. المستندات والوثائق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية، نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات، خطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب. أهداف البرنامج: تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. ستتاح أيضا الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصه. تمكين الكليات والجامعات من تقييم الأعداد الأكاديمية أو الأعداد الأكاديمي لطلابهم من خلال تقرير برنامج التدريب الجامعي الخاص بالطالب والإفادة الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من رئيس المباشر للمشارك في أرامكو السعودية. تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية. إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير الابتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ القرارات. التسجيل إن شاء الله حيبدأ عند 10:00 صباحا يوم الاثنين بتاريخ 1 ذو الحجة 1444. يبقى ان شاء الله التقديم يبدأ 10:00 صباحا يوم الاثنين 1 ذو الحجة 1444، الموافق 19 يونيو 2023. ينتهي التسجيل عند 3:00 مساء يوم الخميس بتاريخ 18 ذو الحجة 1444، الموافق 6 يوليو 2023. بالنسبة للبرنامج التدريب المهني، هذا كان بالنسبة للبرنامج التدريب الجامعي. أما بالنسبة لبرنامج التدريب المهني، طبعا عند بداية التسجيل، عند مجيء يوم التسجيل، سوف تجد هنا أيقونة للدخول لتسجيل هنا وهنا. برنامج التدريب المهني: الشروط المطلوبة: الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم ومعاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناء على توفر الشواغر والمعايير التالية: يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2/4 للتخصصات الفنية و2.5/4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها،
وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية. يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية والما 11 أسابيع على الأقل. يجب أن يكون المتقدم قد تخرج من كلية أو من معهد. مزايا التدريب: راتب شهري، سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية، النقل حسب أنظمة الشركة، تأمين طبي حسب أنظمة الشركة، الوثائق المطلوبة: نسخة من البطاقة الوطنية، بطاقة الهوية الوطنية، نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير، خطاب من الكلية أو المعهد، برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج. أهداف البرنامج: توفر أرامكو السعودية فرصا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدراسيين بالكليات الصناعية أو الفنية ومعاهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتشاف واكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج. في نهاية البرنامج يقيم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من كلية أو المعهد. بدء التسجيل بالنسبة للتدريب المهني: يبدأ التسجيل عند الساعة 10 صباحا يوم الاثنين بتاريخ 1 ذو الحجة 1444 الموافق 19 يونيو 2023. ينتهي التسجيل عند الساعة 3 من مساء يوم الخميس بتاريخ 18 ذو الحجة 1444 الموافق 6 يوليو 2023. نفس تواريخ التقديم بالنسبة للجامعين نفسها للتدريب المهني للكليات المهنية. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.